عمليات استباقية وضربات موجعة وجهتها القوات المسلحة بمختلف صنوفها لفلول داعش الإرهابي في المناطق الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين ضمن المرحلة السابعة لعملية الإرادة الصلبة التي تستهدف تدمير أوكار الإرهابيين وإضعاف قدراتهم القتالية. ضربات موجعة لأصحاب داعش الإرهابي خاصة في مناطق سلسلة الجبلية في حمرين وكذلك في مناطق الصحراء في عمق الصحراء وفي بعض الوديان حققت نتائج كبيرة على مستوى استهداف قيادات عناصر هذا التنظيم الإرهابي، ونحن مستمرون بملاحقة هذه التنظيمات الإرهابية. هذا موجه بالسيد القائد العام القوات المسلحة بضرورة الاستمرار بدك هذه الرؤوس العفنة وعدم اعطائها فرصة من ان تلتقط انفاسها. تصفية قادة الإرهاب في المناطق الوعرة عبر الضربات الجوية المبنية على معلومات استخبارية دقيقة، تكتيك اتبعته قيادة العمليات المشتركة في دك حصون الإرهابيين، وهو ما أسهم بفقدان التنظيم لقياداته آخرهم المدعو محمد رشيد أحد أخطر الإرهابيين في صلاح الدين. مثلث الموت الذي ندعيه هو الحاوي بين المناطق صلاح الدين وكركوك وديالى، وهو من أخطر المناطق التي دائما يتمركز فيها تنظيم داعش الإرهابي. في أي تنظيم من التنظيمات الإرهابية عندما يقتل الزعيم طبعا تتخلخل المواقف داخل هذا التنظيم، منها انقطاع الاتصالات الخاصة بين القيادة المركزية للتنظيم الإرهابي وبين المجاميع الخاصة المنتشرة في عدة مناطق. وحققت المراحل الست السابقة من عملية الإرادة الصلبة نجاحا ملحوظا على صعيد قتل واعتقال قيادات التنظيم وتدمير مخازن الأسلحة، وسط تأكيد القيادات العليا أن العمليات الاستباقية مستمرة لمنع الإرهابيين من تنفيذ عملياتهم الإرهابية. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.